ده هنعمله وصفة الكوكيز. أول حاجة هنستعملوها 4 بيضات، 500 جرام سكر، كيلو دقيق، وشوكليت شيبس، معلقة بيكنج باودر، بس هنخليها معلقتين عشان احنا أصلا مضاعفين الكمية، فانيليا، وهنحط شوكليت خام علشان تدي لو احنا عايزينها سمراء أو بيضة، وهنستعمله 1/2 كيلو زبدة. أول حاجة نزلنا مكعب الزبدة وحطينا اهو 500 جرام سكر، هي زادت حاجة بسيطة. شلنا الميزان، نزلت ال4 بيضات، هنستعمله المضرب على درجة 2 وبعد كده هنكبره ل3، نضربه كل دوت ونرجع لكم تاني. رشة ملح، استنى، اهو كده ضربنا، هنكمله اخر حاجة على درجة 1، اهو شايفين القوام، حطينا معلقة فانيليا ونضرب. هنقسمه الكمية علشان نحط الدقيق، قسمنا مع بعض الكمية، وهنحطه هنا نص الدقيق وهنا نص الدقيق عشان هنا هنحط الشوكولات وهنا هنخليها بيضة، ونزلنا مع بعض الدقيق، هنقلبه، ممكن نقلبه بالمضرب بس احنا ايه هنخلطوهم وبعد كده نكمله. هنحط معلقة بيكنج هنا وهنا، ضربنا دي بالدقيق وهنضربه التانية. استنى دي كلها، هنحط 3 معالق شوكولاتة بس الأول هنحط 2 ونشوفه، لو اللون مش حلو عايزين اغمق او عايزين افتح، اهو كده تقريبا حطيت 2.5 يعني، هقلبها وارجع. اهو كده بعد ما قلبناها كده احنا معانا الكوكيز الابيض والكوكيز الاسمر، حاسه ان لونها كده ممتاز معايا. لو انت عايزه تغمقيها او تفتحيها دوت براحتك، علشان الشوكولاته الخام اللي انا جايباها تقيله فنفع معايا معلقتين، اما انت عايزه تزودي ممكن تحطي 3 معالق. جبنا اهي الصينية وحطينا ورق زبدة، ممكن احنا بدلنا ورق الزبدة المرة دي بورق A4 ودهناه بالزيت، لان ممكن لو معندكيش ورق زبدة تحطي ورق A4. هناخد حتة عجين، في ناس بتحطها كده وهي كده عشان فيها بيكنج فبتفرش لوحدها، اما انا هقللها شوية عن كده اهي، وهعملها على شكل كورة. ممكن تستعملي جلافز لو انت محتاجة، وممكن ايه لا، اهو كده انا فردتها، هفردهم كلهم وارجع لكم تاني واوريكم ازاي هنحط الشوكليت شيبس. اهو عملناهم كلهم دواير، هي دي بس مش مظبوطه شويه. علبه الشوكليت شيبس هنحط هنا شويه عشان هما ياما، وهنرجعوا تاني. اخدنا يعني حبه كده مش ياما قوي، اهو هتبقى كده، هي كده كده لما هتتفلت هتاخد منظر احسن. تمام كده، هنكملوا الباقي وهنرجع لكم. اهو خلصنا معانا وضع الشوكليت شيبس، وهنا عملت الصينيه الثانيه بالشوكولاته، شايفين لونها بقى رائع ازاي. ممكن تغمقوها زي ما قلنا في اول الفيديو او تفتحوها كمان، لان الناس على حسب اذواقها. هندخلوها دلوقتي الفرن، ودي هنحط لها شوكليت شيبس ونرجع لكم بعد ما تستوي. باي باي. وحطينا هنا كمان الشوكليت شيبس، هنا هنزوده كمان لانها قلت معايا. هندخله سنتين في الفرن على درجه 180، نكون مشغلين الفرن بدري شويه، وهنوريها لكم اول ما هتطلع. اهو كده عملنا الاسود، زي ما شايفين البسكوته حلوه جدا، ديت يدوبك صينيتين بس. الكميه تعمل معاكم من 6 صواني ل8 صواني على حسب الحجم، لو انتوا كنتوا عملتوا الكور اكبر من كده فهتطلع اكبر شويه، يعني احنا كنا مصغرينها، هي كبرت على شيل بيكنج باودر، هي شايفينها حلوه جدا. ممكن تزودوا شوكليت شيبس لو انتوا عايزين او اي حاجه، وكمان اللي بالشوكولاته طعمها تحفه جدا. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. استنونا في فيديو جديد بحلقة جديدة، وهسيب لكم المكونات في الديسكريبشن تحت، لو عندكم اي سؤال او اي حاجة اسألوني في الكومنت وانا هرد عليكم على طول. باي باي.